نتكلموا اليوم على الحساسية الصدرية عند الوليدات، يعني بالنسبة للأعراض، يعني واش الأعراض يعني بحالها بحال الأعراض اللي يعني ممكن أنه الشخص كبير بالغ كيعاني من الضيقة، ولا بالنسبة للأطفال كاين هي علامات أو أعراض معينة باش الوالدين هكا اللي كيسمعونا يردوا البال ويعرفوا راه وليداتهم خاصهم استشارة طبية؟ نعم، إذا الدقة تقدر تبان في بزاف الأعراض. أولا يقدر يكون الطفل عنده واحد السعال مستمر ومزمن اللي يقدر يكون تيدوم أكثر من 4 أسابيع، وتتميز بالتوقيت ديالو، يعني التوقيت تيكون في النصف الثاني من الليل. هذا الطفل تضربو الفقة مع 2 3 ديال الصباح تيسال بزاف، يعني هنا تيخصنا إذا كان هذا العرض هذا متكرر فتيخصنا نخدمو في الدقة. ثم هناك سعال اللي تيظهر فقط بعد ممارسة الرياضة ولا بعد مجهود بدني، مثلا الطفل تيجري تيبدا يسعل بزاف، تيبكي تيبدا يسعل، ولا تيضحك بزاف تيبدا يسعل. هنا تنسميو واحد لازم ديفور، يعني واحد الثقة اللي كتجهر بعد المجهود البدني. ثم هناك أعراض كلاسيكية اللي مثلا كنسمعوا أن الطفل ديالنا الصدر ديالو تيصفر، بحال اللي عنده شي فلسة في الصدر ديالو، تكون عنده الصدر ديالو عامر، من بعد تتطور الأعراض تتولي عنده صعوبة في التنفس، نقولوا أنه تيطلع ما يهبط، عنده انتفاخ في البطن، من بعد تتولي تسارع ديال دقة القلب. وهنا تيخصنا نعطيو الأدوية ديال الدقة في هذه المرحلة هذه، لأن إلا ما عطيناهاش في هذه المرحلة فالحالة تتأزم والطفل يقدر يزرق، ما يبقاش يقدر يهدر، ويتقطع التنفس الله يحفظ. Radio.